الحل السياسي في المغرب هي في الحقيقة واحد الإشكال، خصنا واحد النهار هذا الإشكال نهرسوه ونقول الأمور كما هي، راه ما كاين حتى مشكل. كيف يتخذ القرار؟ من يتخذ القرار؟ شنو هو الدور الحقيقي ديال رئيس الحكومة، ديال الحكومة، ديال الوزراء؟ هذا الشيء باش تكون زعما الأمور واضحة وما كاينش مشكل. في تقديري أنا ما كاينش مشكل، الحمد لله المغرب بالدرجة ديال النضج يعني كبيرة كتسمح له باش يتكلم مع راسو في المرايا بصراحة. أنا ما كان إخوان تيقول لك أنت صرحتي المواطنين مع السياسة، الله يجزيهم بخير. صحيح ربما بالطريقة البسيطة باش كنتكلم، لأنه ما عرفتش علاش غنمشي نتكلم على شي طريقة معقدة مثلا هذه البسيطة المناسبة. يعني بلا شك أن الناس ولاو مهتمين أكثر بالسياسة، ولكن باقي خصنا واحد الخطوات واحد المجموعات ديال